من جديد برحب بيك كابتن ايمن ضيوف الكرام وكل جمهور النادي في كل مكان. الف مبروك الفوز بثلاثيه نظيفه والصعود لدور الثمانيه كعهدنا دايما بالنادي الاهلي عند الموعد. لاعبين وجمهور النهارده وجهاز فني ادوا المهمه بنجاح. كابتن سامي امصار المدرب العام للفريق معانا بعد انتهاء المباراه، الف مبروك كابتن سامي. اشتغلتوا، يمكن كان في لعيبه كتير غايبه عنكم، ولكن اشتغلتوا، يمكن ده اعتمدتوا كمان على اللعيبه اللي كانت موجوده معاكم في فتره التوقف الدولي بشكل اكبر، والنهارده اداء اكثر من رائع ونتيجه رائعه والحمد لله صعدنا لدور الثمانيه. اولا مبروك لجمهور النادي الاهلي، يعني اللي حصل النهارده ده حاجه كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي، الدعم دوت والتشجيع دوت، واعتقد اللي هو اكبر نجاح لينا وعوده الجماهير ديت تدينا قوه وتدي اللعيبه قوه، واعتقد ان احنا بنهدي لهم الفوز دوت اقل حاجه نقعدهم ان شاء الله، احنا هنقاتل ان شاء الله الفتره اللي جايه عشان يسعدهم اكتر اكتر، بس نتمنى ان يكونوا موجودين معانا دايما في الماتشات اللي جايه ان شاء الله. كابتن سامي، يعني اشتغلتوا خلال الفتره اللي فاتت بمنتهى الهدوء، كان في سيستم شغالين عليه، احنا كنا متابعينكم في التدريبات والنهارده كله اتنفذ في المباراه، يعني كلمنا بقى عن الاستراتيجيه والفلسفه اللي لعبتوا بقى النهارده. زي ما انت اتكلمت، يمكن الراجل من فتره كبيره جدا استعدادنا للمباراه، ازاي نقدر نسجل اهداف، ازاي نقدر نحافظ على شباكنا النظيفه، وده اللي اشتغل عليه الحمد لله. يعني حتى في التغييرات النهارده الحمد لله ادتنا اضافه كويسه، كان عندنا فرص كتيره جدا يعني خصوصا في بدايه الماتش، وده اللي الراجل اتكلم عليه ان احنا نستغل الجمهور في اول 10 دقائق، اللي احنا نقدر نضغط على الفرقه ونقدر نستغل الضغط الجمهوري دوت عليهم. واعتقد كان عندنا فرص كتيره جدا قبل ما نسجل الهدف لكهرباء، حوالي فرصتين او ثلاث فرص يعني قبل ما يجيب الجول، لكن الحمد لله طبعا على النتيجه وعلى التاهل. انا عارف تاهل صعب شويه، لكن الحمد لله اللي احنا حققنا الهدف، ان شاء الله تفكيري يبقى مختلف الفتره اللي جايه وان شاء الله مزيد من النجاحات ان شاء الله. الرساله تقولها للاعبين النهارده في ظل تحقيق الفوز في ظل كل هذه الظروف الصعبه؟ اشكرهم طبعا على الجهد دوت والتعب دوت والتصميم اللي هم عاوزين نحسم المباراه، والنتيجه كبيره جدا، لكن بقول لهم برضو ان احنا لسه قدامنا مشوار كبير جدا، ان شاء الله تكونوا قد المشوار دوت وتحققوا ان شاء الله حاجه كبيره جدا للجمهور العظيم اللي كان موجود النهارده. اخيرا بقى الجمهور، اعتقد ما فيش كلام يوفي جمهور النادي الاهلي حقه، لكن تقولي للجمهور النهارده اللي كان مؤمن بيكم ومساندكم طول ال 90 دقيقه وما كانش عنده اي شك في تحقيق الفوز النهارده. هو جمهور النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي، يعني بعد ربنا هو الداعم الكبير لينا، وهو اللي بيكبر اسم النادي، المنظومه كلها معموله عشان جمهور النادي الاهلي يكون مبسوط. اعتقد النهارده عملوا رساله كبيره جدا وقدموا للعالم حاجه راقيه جدا في التشجيع وفي التواجد، ورغم النهارده رمضان يمكن ناس كتيره جدا فترت بره عشان تبقى ورا فرقتها، فاعتقد كل الشكر ليهم وكل الدعم ليهم، وان شاء الله ان شاء الله مزيد من النجاحات ليهم ان شاء الله. شكرا كابتن سامي، وثلاث خطوات على النهائي مستنيينكم ان شاء الله في المباراه. شكرا شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق النادي الاهلي، الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، دايما النادي الاهلي عند الموعد، دايما النادي الاهلي في المقدمه. كلمه للكابتن ايمن، اتفضل.